عم بيقولوا انه ممكن هلا ببيروت تلتغى الخطه الامنيه عمل ايه بسبب الوضع الامني حلو يا شغله <applause> ليه هي الخطه الامنيه مش معموله للوضع الامني صح, صح 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 ايه لازم تصير يعني ما هي الخطه الامنيه هي اللي لازم تخلصنا من الوضع الامني ولا لا لا بلا آه ما هو اذا ضل الوضع الامني هيك رح تلتغى الخطه الامنيه لك كيف المنطق هيدا؟ يا اختي آه امنيا هيك افضل عفوا آه عفوا عفو حكيم تفضل مجذوب هذا عظيم عادل كله ماشي صحيح بس انا ما خطر لي انا قلت لك مشي نص ساعه من البيت ونص ساعه رجع على البيت ما <applause> هو هيك هذا الحاصل لا الحاصل مش بس هيك مش لانك عم تروح نص ساعه على الخماره والرجعه نص ساعه من وين من الخماره وطبعا مش رح اسالك قد عم تقعد بالخماره كوني بعرف عنك ايه هيدا ما عاد المشي هالقد مفيد كيف شو دخل الخماره حكيم آه ما تنسى اوقات اوقات آه الرجعة بتكون أطول أكيد أطول، إن شاء الله ما تكون أطول بكثير يا عادل لا مش هالفرق يعني 40 45 دقيقة بدل نص ساعة ايه شيء حلو وقت مشي أطول بس مش صحي ولا صحيح إنه شو قصدك يعني إنه هذا المشي كله ضيعان أكيد يا عادل طيب ما أنا كان إلي فترة فترة طويلة بشرب بالبيت ولا يمكن روح على هيدي الخمارة ولا أي خمارة بيروت عادل عود لحظة حكيم قال لك خمارة ما أنت ما انتبهت أنت بده يقول لك تاني لحظة. قال لك تالتة عادل اسمعني إلي نحن مش عم نناقش ولا نعالج وضع الخمارات ببيروت في وزارة الصحة والسياحة هن بيهتموا بهيك تفاصيل يعني بتوافقني الرأي أكيد طبعا طب الله مناضة طب, طب نيه طب خليني أمشي يعني. عيد الله مناضة هيدا ماشي كمان ومن عندك هيدا جدول الحكيم كمان